أخونا النائب الدكتور يوسف الزلزلة يقول الفريق هاي صدمة ترى ها؟ الفريق الحكومي الحالي غير قادر على أن يدفع في اتجاه حل أي قضية أو في قضية التنمية. يا جماعة احنا عندنا قضية تنمية، الحكومة قالت شنو خطتها ورؤيتها؟ ما قالوا ولا قالوا وش راح يسوون في السنوات اللي. كل مطلوب توقيع عقد بنسوي ما أعرف شيء، عليكم بالعافية. لكن هل خلقنا جيل عامل؟ حلينا مشاكل المواطنين الأساسية؟ حلينا قضايا وإحباطات الشارع؟ كلا 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 كلا، وما زالوا السياسيين يكذبون علينا. شوفوا تقرير الدكتور يوسف الزلزلة. الله شكوش الخبر تحكي لي. هذا هو التقاعس الحكومي الذي كنت أقول عنه بالسابق، وكنت أقول بأن الفريق الحكومي الحالي غير قادر على أن يدفع بأي اتجاه في قضية التنمية. الله شويتني بنا والله سمعت أخبار. لا يجوز أن يستمر هذا الوضع السيء. يوم المبارك عيني وانسى العشير، لا تشوفك عيوني ولا أحتري. كثير من القضايا التي يسجلها ديوان المحاسبة على المؤسسات الحكومية هي مدعاة لاستجوابات متكررة للوزراء. ما يهمني خلى يروح ترتاح من الروح. عيني شكو يهمني خلى يروح ترتاح من الروح. عيني شكو يضحكوني البعض لما يطلع يقولون تنمية. اي وين التنمية؟ اعطيكم خبر، انا طلعت من الاعداد الاتصال على الاخواننا في وزارة الاشغال. وزارة الاشغال تذكرون معالي وزير الاشغال يوم طلع افتتحوا لفة ما ادري وين على الدائر السابع مع عبد الله المبارك واحتفال وانجاز. اتصل علي واحد قال لي مساك الله بالخير ابو احمد، مساك الله بالخير طال عمرك، تدري اللفة اللي افتتح الوزير الاشغال قبل فترة واحدة منهم سكوها؟ ليش سكوها؟ والله ما ادري. اني ادز رسالة لاخونا وزير الاشغال الله يطول بعمرك، ايش حق سكرتوها؟ ايش حق سكرتوها؟ قلت حق الاعداد تكفون دقوا على وزارة الاشغال الله يطول بعمرهم، ليش سكرتوا الافتتاح؟ احد الانجازات الكبيرة، ليش سكرتوها؟ ليش سكرتوها؟ احنا فرحنا بهذا الانجاز العظيم، فتح افتتاح لفه تير، ليش سكرتوها؟ نبي نعرف. فليت اخونا المعدين يتصلون على وزاره الاشغال او باكر يقولون ليش سكروها احد انجازات الترميم في هذا البلد المعطاء. وشكرا. واليوم بعد مجلس الوزراء فرحنا، محطات الكهرباء تصير قطاع خاص، مبروكين. خلاص خلصنا، احنا الدوله عازه نبني محطات، لازم التجار يبنون محطات، جزاهم الله خير. يلا خلينا نشوف التنميه في هذا البلد. التقرير الاخير، خبرنا الاخير.